اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربية ومشاكلي تتحل بايه. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجي تقولوا لي اعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. النهاردة موضوعنا هيكون مهم جدا، لأن الموضوع غير كل مرة. كل مرة تعودنا أن احنا نعمل مشاكل سلوكية في الأساس، لكن موضوعنا النهاردة هيكون يعني شامل ما بين إطار النفسي وإطار الفوناتكس وموضوع أكبر من كده بكتير. الأول أحب أرحب بضيفي الكريم الدكتور عبد الله يوسف، وهو استشاري نفسي وتعديل سلوك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. زهرك يا دكتور عبد الله. تمام. عايزين بس نوضح ان احنا النهارده موضوعنا عن الحبسه الكلاميه. تمام. احب بس الاول قبل ما اوجه يعني سؤال المشاهدين نعرف سريعا ايه قصه الحبسه الكلاميه او ايه المفهوم بصفه عامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب حضرتك وبكل الناس اللي شايفانا وكل مشاهدينا في الدول العربية وكل اخواننا اللي في القناة وعاملين على القناة، ربنا يجزيهم خير يا رب العالمين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحبسة الكلامية او الحبسة الكلامية زي ما الناس تحب تقولها يعني تعرفها، هي عبارة عن اضطرابات في وظائف الدماغ بتؤدي الى فقد النطق جزئي او كلي. اضطرابات بعد الى فقد جزئي او للنطق، فقد اللغه، يعني اضطرابات في اللغه. تمام. هو في مراكز اللغه في المخ لها لها نوعين، يعني نوع اللي هو او ثلاث انواع، نوع اللي هو أو يعني ثلاث انواع بحسب الحاله نفسها في المخ. اما ان تكون حسب اللي هي البسيطه بتبقى في مقدمة المخ في الجانب الأيسر من المخ اللي هي منطقة بروكا، اللي هو سموها بروكا للمكتشف بتاعها. تمام. اللي هي بتبقى مش قادر يعبر عن الأفكار، ما يقدرش يحدد الأسماء، بينسى الأسماء، بيحاول يستعيد عن الأسماء ديت بوصف، يعني يحاول يوصف اللي هو بحاسس بيه عايز يعبر عنه. مثلا هات لي الكوبايه مثلا، يقول لك بتاع اللي بيحط فيها الميه، يعني يوصفها، ما يقدرش ينطق اسم الكوبايه، يعني ممكن يوصفها شكلها، يوصفها يعني. يقول لك اللي بيحط فيها الميه او بتاع اللي لها ايد دي كده، يعني حاول يوصف الحاجه اسرع من ولذلك بيستعيد عنا ده في موضوع في الكتابه. ممكن تلاقي صوته يعني ضعيف، ما يبقاش، ممكن ما يطلعش صوت خالص، صوته ممنوع، يبدا يتكلم ببطء. انا ده هياخدني بقى لسؤال المشاهدين حالا، يبدا يستعيد بالكتابه عنده سريع، يعني الكتابه افضل بكتير عنده من الكلام. ده النوع الاول اللي هو البروكا، اللي هو حسب اللي هو المركز الاول. قبل ما نتصل للنقطه الثانيه يا فندم سريعا، احب بقى اوجه كده للمشاهدين سؤال، هل بقى تلاحظ تعثر او بطء في نطق ابنائك؟ لان هو مش هلاقي افضل من كده ان احنا نعرضه للناس اللي بتشوفنا دلوقتي. فحضرتك دلوقتي بتقول ان هو سريعا، هو في 1% في الاطفال، 1% في الاطفال بيجي له بطء في الكلام وتأتأة وصعوبات في النطق عموما، لان السيادة الكلامية جزء من اللي هي عدم النطق او يعني عدم النطق اشمل، عدم النطق بيبقى اشمل، ممكن يبقى جزء منه اللي هو السكت، الحبسه الكلاميه. حبسه كلاميه. في عامل حسب عامل نفسيه وعامل طبيه. انت بتقول لنا على بروكا الاول، دي اعراض من اللي هو الفص، اللي هو الفص الايسر، مقدمه الفص الايسر. في بقى اللي هو الصدغ الفص الايسر برضو من تحت منه شويه، بيبقى منطقه لافرينكي اللي هو برضو اللي هو او رينكي حسب المصطلح، يعني اللي حسب المكتشف بتاعه. ديت اللي هي بتحاول لو اصيبت المركز ده في المخ ما بيقدرش يجمع الافكار نفسها، يعني يعني في احنا فرق. بس هنستأذن فاصل وهنرجع تاني مع مشاهدنا. مش عارف اعمل ايه، قولوا التربية ومشاكلي تتحل.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. دكتور عبد الله، كنا حضرتك استوقفت عند نقطة الفص فرنكي الأيمن بقى، لا أيسر برضو، الأيسر برضو بس خلف اللي هو منطقة فرنكي اللي هو حسب مكتشفها ده إذا أصيبت أصيب الإنسان في المكان ده ما قدرش يعالج الأفكار نفسها، بيبقى يعني عنده طلاقة في التعبير والألفاظ بتاعته موجودة والمخارج سليمة وبيقول كلام كويس جدا بس مش مترابط، المفردات مظبوطة في طلاقة في المفردات بس كل حاجة لوحدها بس كل حاجة مش قادر يسيطر، مش قادر يستوعب، ما قدرش يفرق بين الناس تمام في حالة شرود وتوهان، مش قادر يستوعب، مش قادر يتوافق مع حد، قاعد بقى يعني دي الحالة كل ما تزداد سوءا كل ما يزداد درجة الشلل والعياذ بالله. لا حول ولا قوة. طيب يعني وفي اللي هو بقى المنطقة الثالثة أو الأفازيا الثالثة اللي هي الأفازيا احنا نسينا نعرفها اللي هي مصطلح الحبس الكلامية. تمام. الإي والفازيا مصطلح يوناني، الإي يعني عدم والفازيا اللي هو الكلام يعني عدم الكلام أو الحبس الكلامية. الافازيا اذا كانت موجوده في الربط بين منطقه بروكا ومنطقه لورينكي او الفرينكي ده بيعمل نفس عوامل نفس بالظبط الحاله الثانيه اللي هي عنده اللغه بس مش قادر يعبر عنها اللي هي في الوصلات العصبيه الوسطيه او السائل الابيض اللي هو بيوصل بين الافكار يترجمها للغويات عشان يقدر الانسان يعني دي يعني تقع ما بين المدرستين اللي حضرتك لسه بين الموقعين في المخ ده بكلم عن المؤدة لسه في المخ ده لسه ما كملش على الاطفال بقى طبعا احنا عايزين نخش بقى طبعا هندخل تحديدا على الاطفال بس احب بسال حضرتك سؤال الاول يعني احنا دي عن طريق اصابه مثلا في المخ او جلطه او ورم خبيث لا قدر الله او خبطه جامده او كده في المخ في احد المركزين دول دي احد الاعراض يعني الاسباب الاسباب ممكن تيجي عن طريق دي او ممكن تيجي عن فقد عزيز او حاله نفسيه شديده او صدمه او كده بالنسبه للكبار يعني اما بالنسبه للاطفال ممكن بتيجي عن طريق المعامله بالعنف او عيب خلقي او يعني مرض عضوي يعني او تيجي نفسيه حسب المعامله او الغيره او بعض بتبقى ممكن برضو درجه تفوتها من بسيطه ومتوسطه وصعبه وكل اللي انا بتكلم فيه ان هو البسيطه اللي نقدر نعالجها في البيت او دور الاسره عموما اهم في موضوع ان اكتشاف الموضوع ده مبكر ويحاول يكتشفه طبعا نكتشفه بثلاث طرق اول حاجه بالمقارنه بالاقران بعد ما نوصل لثلاث سنين ممكن عن ثلاث سنين بس عايز السن بقى السن ده مهم هو السن قالوا انها ثلاث سنين او كده لان هم ما قدروش يحددوا اللغه قبل ثلاث سنين حسب ما الانسان يبدا الانسان يتكلم وكده ويعبر عن سنتين ونص من ثلاث سنين سنتين ونص ثلاث سنين هي دي بدأ اللغويات تتجمع عند الطفل ويقدر قادر الأسرة تكتشف مبكرا للإيه؟ الأعراض حضرتك بتقول مقارنة باللي في سنة مثلا بعد بقى التأتأة ويبدأ يمتنع عن الكلام وينعزل ويبدأ ممكن يحصل له حركات تشنجية بيسموها الحبسة التشنجية زي الهستيرية يغمض العين وجامد أو يميل برقبته لقدام لورا للجنب يدب رجليه في الارض يعني يعمل يحاول يبلع ريقه بطريقه هستيريه شويه عشان يقدر يوحي لك ان هو عنده صعوبه في النطق تحايل يعني بيتحايل عشان ان هو بيقدر ايه دي عوامل نفسيه غصب عنه غصب عنه عشان يقدر بيأخر بيها فطبعا الاب ما يسكتش اول حاجه لازم طرق العلاج ان هو لازم يعرضه على طبيب تمام واخصائي تخاطب ويبدا يعني حاول طبعاً يكلمه بالهداوة ويستنى عليه لما يتكلم الأسرة دورها كبير جداً في الموضوع دهوت يعني لازم أولاً يعلم الطفل تمام بالنسبة اللي هي الحبسة الكلامية الأطفال اللي هي منطقة بروكا اللي هي مش قادر يستوعب يعني حد الألفاظ بتاع الكلمات تمام ده بيحاول يمرن عضلات البق والمخارج بقى طبعا بعد فحص الطبيب طبعا لان في حاجات تانية في صعوبات النطق وكده زي عيوب خلقيه زي اللوز زي اللحميه زي
عيب في الفك، عيب في يعني دي ضعف، ضعف عقلي، حاجات كتير غير حبس الكلامية. يعني في ضعف يعني مش كل اللي عنده نطق مثلا عيب في النطق وكده يبقى هو عنده حبس كلامية. مظبوط. لا لا لازم يعني دي حبس الكلامية ده جزء من عيوب الكلام. بس حضرتك لسه دكتور موضح ان في اعراض معينه اللي هي الاكستريم بقى الزايده اللي هي زي الهستيريا، بلع الريق الزياده، اللي هو ممكن تلاقي الخنفان ومش قادر يتكلم، يشور، يتصعد عن ده بالعزله. بس العوامل الوراثيه تبعد عن المشاكل. مفيش عوامل وراثيه في الموضوع ده، او ما حاول ما ثبتتش اي عامل وراثيه في الموضوع ده. ده ما ثبتش لسه فيها. حلو جدا. النقطه بقى حضرتك لسه كنا بنتكلم، هل هو فوناتكس حد خبير تخاطب ولا معلش ولا دكتور نفسي ولا مخ اعصاب؟ يعني احنا بنتكلم في والله لازم الدكتور يفحص، الدكتور تخاطب يفحص اذا كان فيها عضوي بيتحول مخ الاعصاب عشان ياخد بعض العقاقير وال ده لو السبب بعض العقاقير والفيتامينات اللي هي بتقوي مركز العويات في المخ. تمام. وبعد كده بيبقى تعديل سلوك بقى وتخاطب بشغل اخصائيين التخاطب. تمام. هاي ويبداوا مثلا يعلموه الكلام بالنسبه للاطفال وكده، يربطوا حرفين وبعد كده ثلاث حروف زي، ويجيب الحروف شبه بعض زي ماما، ويحاول مي مي مو مو حد يقعد ايه مع واحده واحده وبعد كده يبدا يكرر له كلمات. وطبعا الاب والام والاسره عليها عامل كبير جدا ان هم يحاولوش يسيبوه انه ما يتكلمش، لازم يحاولوا يكلموه. طيب. اذا طلب حاجه ما يجيبوهالوش وخلاص كده، لا لازم يكرروها كذا مره مثلا بطريقه ثانيه. عايز اشرب مثلا، انت عايز تشرب، طب تعالى اشرب، روح خلي ماما تسقيك ميه وخلي تغسل الكوبايه وكلام كده، ايه كانه بيكرروا لغه حواريه يعني لغه ويكرروا الكلام عليه. يعني هو مثلا طلب حاجه يحاولوا يديله اكبر كم من المعلومات، وممكن يبقى في كلام مع النفس يعني يحس انه يتكلم مع يعني مامته هي بتشتغل، انا هعمل كذا، انا اي ماكنوس، انا هعمل مش عارف ايه، وتحس انها بتكلم نفسها بس هي بتكلمه وهو بيستوعب، وما يحاولش يحرجه او نضغط عليه. ده عشان تغذي عقله، نضغط عليه في الكلام. وبرضه من ضمن العوامل الممنوعه ان انا بحاول اخليه ينطق قبل ميعاده، يعني الانسان اللي هو او من ضمن الاسباب اللي بتيجي برضه اسبابها ان في بعض الناس بتستعجل بالذات المولود الاولاني او الطفل الاول. بيحاول فرحه بقى بيحاول يكلموه عنده 9 شهور ويجبروه على الكلام وهو عنده اقل من سنه او سنه، تلاقيه عايزينه ينطق ويتكلم. فدي برضه ممكن تجيب بعض تسمح لي يا دكتور احبر حاجه لسه حضرتك قايل عليها، يعني حضرتك بتتكلم الاستعجال او التباطؤ برضه، أو يعني قم الحاجتين مضادتين بالظبط. وفي برضه التدليل الزائد او القسوه الزائده، الاثنين برضه الحاجتين لازم الوسط. الوسط في الموضوع بالذات التدليل الوسط طبعا سبحان الله. التدليل الزائد ان هو ايه، مجرد ما شاور على اي حاجه بيجيبوها له. لا لازم ده، انت عايز ايه؟ عايز كذا، عايز تفاحه، طب عايز تفاحه الحمراء ولا الصفراء؟ عايز كده يعني. تمام. يعني يقعد ايه يكلموه ويخلوه يعني يغذوا الذاكره بتاعته ويخلوا اللغويه بتاعته تزيد والمحصول اللغوي عنده يبقى اكتر، ويخلوه ويستنوا عليه لو عنده بطء في الكلام يستنوا عليه ما يطنشوش. وفي نفس الوقت برضو القسوة الزيادة وبعض المشاكل الأسرية بتجيب اضطرابات برضو في الحياة. يعني دكتور أنا دلوقتي لو ابني فرحان إن هو بينطق حاجة غلط، كان مثلا عندنا أحد الأصدقاء يقول قطع خيار بدل قطع غيار. دي برضو أنا وأنا صغير برضو كان ليا هفوات في الفاكهة، والله مش فاكر أنا تحديدا يعني يمكن أهلي اللي بيفكروا وعمه مرضان يعني تلاقي كده والأهلي بيبقوا فرحانين يقول لك ابني خواجة بقى وبيتمنظر. لا طبعا ده إيه؟ ده برضو من العوامل الأخطاء اللي بقوا فيها الأسرة لازم يحطوها في اعتبارهم. ان كل كلمه تتقال غلط او خطا ما عديهاش، ده يا حبيبي بيتقال كذا كذا، ده عمه كذا، ده بيتقال كذا. ليه بقى؟ لانه ما كناش احنا نعمل كده. هو هيجيب المثال الصحيح من مين؟ او النموذج الامثل هنجيبه من مين؟ مزبوط. ولو ما كناش مثلا نتكلم معاه بالراحه وببطء وما نتكلمش بسرعه وكده، هيعرف يقلدنا ازاي؟ هيجيب المثال التقليد برضو ازاي؟ لازم يكون في مكان مجال ان هو واخدنا احنا قدوه ليه بيقلدنا. فلازم يكون كلامنا مفهوم وبالراحه ومعاه بالهداوه، مش هنتكلم معاه ما نصعبش الموضوع عليه قوي، نخلي الموضوع سهل يعني. لا اصل هو الناس بقت تتكلم بطريقه الدليفري دلوقتي، السرعه نص الكلمه دلوقتي. ففعلا حضرتك اللي بتتكلم ان هو لازم الاب والام يبقوا قدوه حتى في طريقه اللغه الحواريه.
ده بقى احنا لو بنتكلم من منظور اللي هي الفوناتكس او اللغويات او ايا كان من المنظور التربوي بقى ايه اللي حضرتك كنت طرحت كام نقطه مهمه جدا اللي بيبقى فيها حاجات مرتبطه بالجهاز العصبي او الجهاز النفسي يعني نفسيا حتى زي موضوع القسوه والتدليل الزائد. التدليل الزائد ده مهم لان احنا عندنا هنا بنغفل فيه ونوع فيه كتير. ايوه يعني زي ان احنا بندلله ان احنا فرحانين وهو بيغلط ممكن ندلله ان احنا خلاص يبقى يتكلم براحته بقى يعني بالذات المولود الاول زي ما احنا المولود الاول فعلا التدليل بيخلي الطفل ما فيش هدف من الكلام عنده يعني هو ما يعني هو مش عارف قيمه الكلام. دي اول حاجه. ممكن تلاقي مثلا ما يقدرش يجبروه على الكلام. مو في ناس تجبره على الكلام يفقدوا معنى التواصل. انا يعني بكلم ليه يعني هو ايه الهدف من الكلام؟ ان انا مجرد انبني لو انا اخطات او تكفيني مجرد ما كلمت ما فيش هدف من التواصل او ان يعرفوا ازاي يتكلم مع ناس تانية. فدي عايزه برضو حكمه في التعامل ان انا ما اجبروش على الكلام مع يعني يسيبه براحته. تمام. وفي نفس الوقت برضو احاول اكرر الكلام اللي هو بيتقال اكرره كذا مره وبطريقه تانية وبتغذيه. في بقى اسلوب تاني اسمه اسلوب التغذيه الراجعه ان انا اسجل له الكلام بتاعه. بعد ما يسجل الكلام بتاعه اسمعه له ونقعد مع بعض اقول له شوف انت غلطت في دي وغلطت في دي واسمعه الكلمه الغلط واقول له شوف انت قلتها ازاي لا هي بتتقال كذا وابدا ارجع له الكلام تاني. التغذيه المرتده اداه رقابيه. ايوه المرتده اللي هو الاداه الرقابيه. ايوه بالظبط. وابدا اسجل له تاني وابدا اسمعه تاني واحده في واحده واحده وسبحان الله واسلم حاجه واحسن حاجه للموضوع ده وفعلا جاب نتائج هائله جدا ان انا حافظه قران. سبحان الله. يحاول يحفظ القران ولو حتى الصور القصيره من جزء عامه البسيطه الصغيره ديت سبحان الله بتجيب نتائج ممتازه في صعوبات النطق وعدم النطق والكلام ده كله بتخليه يقدر يطلع مخارج سليمه ويحاول ويبدا يتحسن. الشيوخ بتهيألي زي قيمه زي الشيخ مشاري راشد او الشيخ ادريس ابكر بتهيألي ممكن حتى الصوت صوتهم واضح جدا ويحاول يقلده. صح ممتاز. ويحاول يديله برضه شريط كاسيت فيها اشعار وفيها قران وفيها حاجات لغويه وكده يبدا يتدرب عليها. لكن اهمال الطفل نفسه في حد ذاته ده عامل من ضمن العوامل ان يسيبوه قدام القنوات الفضائيه ويسيبوه خالص بقى. لا ما هو فقد التواصل خالص. القنوات الفضائيه بالمناسبه بنتكلم على السلانج او الكلام اللي بيتاكل. لا اللي هي القنوات الغنائيه البسيطه اللي هي ما بتديش تفاعل ما بتديش تواصل. ما مش الطفل ما بيكلمش حد غلط لغويا قاعد بيشوف قاعد بيشوف بس تنطيط واغاني ورقص وموسيقى خلاص ما فيش فيها بتاع يعني ان انا احفزه على الكلام. هو ده ما بيدربوش على ما بيساعدش على ان المخ ينمو تاني. بيبتدي يبدا العيب الخلقي اللي هو اتولد فيه او ايا كان سيان السبب ده بيزيد. بس لازم فحص طبعا الطفل كويس وفحص السمع بتاعه. لو السمع عنده فيه مشكله مش هتزيد معايا جامد. فاكر يا دكتور انت رميت لي الموضوع كده من كذا زاويه. اول حاجه احنا اتكلمنا لا في موضوع منظم مش عارف بس انا بحاول الموضوع بصراحه موضوع كبير. لا طبعا يعني واضح ان الموضوع اشمل من ان هو حتى حلقه واحده يعني. لا طبعا نتكلم على حضرتك كنت بتتكلم تخاطب ولا من زاويه النفسيه والمخ والاعصاب ولا كمان عيب خلقي. بس احنا استبعدنا العوامل الوراثيه ده مبدئيا. طيب دكتور عبد الله حضرتك لسه قايل اسلوب من وسائل العلاج زي القران الكريم. عندنا وسائل تانية ممكن نستخدمها؟ طبعا انا كنت بشرح فيه منه ده من ضمن الوسائل اللي هي اللي احاول ما اسيبوش واتكلم معاه وما احاولش احرجه يعني مثلا الرقابه او التغذيه العكسيه. لو اتكلم كلمه مثلا مش مظبوطه ما اتريقش عليه او مش قادر يتكلم مش قادر ينطق ما احاولش اضحك عليه. ما احاولش اتكلم جنبه ان هو مش فاهم. تمام. ده بحاول هو نفسه بيحس ان انا كل خلاص كده فقد فيها الامل. انا مش عارف اتكلم تاني كويس زي الناس. انا مش هبقى زي اخواتي مش عارف اتكلم كويس يعني ما احاولش اتريق عليه او اتكلم جنبه يا ولده مسكين يا حرام ده ما بقاش يعرف يتكلم ده. لا هو الطفل فاقد الكلام مش فاقد الذكاء يعني هو الذكاء بتاعه طبيعي جدا وبالعكس ممكن يكون متفوق دراسيا. بس اغلب العلماء العظام كانوا هم صغيرين ما حدش بيفهم كلامهم. ده حقيقي. ده في حاجات كتير زي كده. طب هايل جدا يعني برضو الاسره عليها عامل كبير انها لازم تعرف وتعي ان الطفل ده حساس واصبر عليه يعني الصبر عليه بحيث ان الموضوع ده مش هياخد وقت بسيط هياخد وقت طويل
وهيتحسن ان شاء الله يبقى زيه زي السليم ان شاء الله يبقى كويس. وناس كتير جدا يعني عملت نتائج كويسه جدا في الموضوع ده ووصلت لمستوى طبيعيين خالص بالصبر والمصابره والتدريب. بحاول ان انا ادربه على الكلام وادربه على نطق اللغه نفسها. لو الموضوع مش متعسر مش لازم لو الموضوع لو الموضوع مش كبير ومش محتاج عقاقير ومحتاج تدخل الطب والمخ والاعصاب وكده يبقى يقدر الاسره هي اللي تقدر. وده بالظبط يعتبر 90% من الحالات بتبقى هي انا اغلب الضيوف الكرام اللي شرفوني لما انا طلعت حلقه على الفوبيا برضو قبل كده كنت دايما بتواجهنا فكره عدم صبر الاهل او فهم الخاطئ او حتى مشاكل السلوكيات كده او الاهمال يعني اهمال في الحاجه او الافراط في اللي هو الزن على الحاجه يعني تقريبا دي بقى بنتكلم عن مفهوم حياه كامل. هو ده ده لازم الاسره تكون عندها ثقافه وعي الثقافه والوعي والاكتشاف المبكر. هو ده اهم حاجه عامل في الموضوع ان انا احاول اكتشف طفلي مبكرا ممكن اكتشفه بمقارنته بسنه. يعني هو اصلا بيبدا من 3 سنين ليه عشان خاطر قالوا عشان خاطر ان هو بيبدا يتكلم بعد 3 سنين فقالوا بعد 3 سنين بيبدا كان ده مريض ولا مش مريض. تمام. فبيحاول يبقى في ممكن مقارنه. طبعا الام مش عندها خبره اخصائيه خطوة بس على الاقل بيبقى عندها احساس ان ابنها ده مش طبيعي. في حاجه مش طبيعيه لازم اروح اوديه طبعا الدكتور. صح. لازم يتفحص الاول. صح. يتفحص الجهاز الكلامي بتاعه كله الفك واللسان وسقف الحلق والحاجات كلها. وبعد كده الجهاز السمعي اشوفه بيفحص دكتور بيفحصه. وبعد كده اشوف الحاله النفسيه بقى ترجع الحاله النفسيه. اذا كان ما فيش حاجه سليمه كله سليم يبقى الحاله النفسيه اتاثرت. مثلا جاله طفل تاني كان مدلل وبعد كده امه انجبت طفل اصغر منه. المشكله ان الاولاني ده بيتعلمه فيه كتير فاللي بيتلحق اللي بعديه تقريبا اللي بعديه بنسن عنده خبره زادت شويه بقى الخبره بقت احسن وكل ما ينجب كل ما بيزيد خبره بس هنقعد نتدرب فيهم. لا اصل زي بالظبط اللي بيزرع ارض وبعدين يرجع يجيب خبره من بره لو هو مش عامل اللي عليه مثلا في الثمار اللي بيقوم عليه ممكن جدا بيلجا بعد كده لحد متخصص اكتر بعديها. بالظبط. هو بقى لكن مش هقوم سايبها على طول في الحاله دي بقى بيعمل بعض الاختبارات الدكتور اخصائي التخاطب بيقدروا يكتشفوا المرض بتاعه او بعض الاختبارات او التحاليل بقى الطبيه ويشوفوا مركز المخ وكده. بس اكتشاف مبكر ده اهم عامل ان انا اقدر اعالج الطفل. وان شاء الله ببعض التمرينات ان انا ادي له بقى ازاي كلمه كلمه يعني احاول اخليه يقول كلمه. ولو انا قدرت اتوافق معاه واتكلم معاه ما احاولش ادي له كلام بسرعه ما يفهموش بحيث ان هو ايه يبدا يعني يقلدني ويقول كلمه بعدها وبعد كده اربط له كلمتين. وبعد كده قلت كده ان انت هم القدوه او الرول موديل بتاعي يعني هو بالظبط. ما احاولش برضو ان انا اعنفه. في وصيه كويسه ان انا احاول برضو اوصي المدرسين بتوعه في المدرسه ان ما يخليش حد من زمايله يتريقوا عليه او حد يتريق على كلامه ان هو مش قادر ينطق. صح. او كده لان بتاثر كتير جدا في النفسيه بتاعته يعني. موضوع التريقه ده برضو كان من ضمن الاعراض الكتير في كذا مشكله. ما اللي هو حتى حاجه زي الفوبيا كان مثلا لو انا قعدت اتريق عليه ان هو مش منظم خايف بزياده فبيزود بيجيله عدم الثقه. مظبوط. بيجيله عدم الثقه وتلاقيه تزداد الحاله ان هو بينعزل ويبدا ما يخاف يتكلم لا يغلط وبيخاف يتكلم قدام حد. مظبوط. يبدا بقى يشور. بالنسبه للعلاج اهم حاجه في الموضوع ده ان انا اتابع باستمرار وفي نفس الوقت ما استعجلش. يعني الموضوع الاستعجال بيبقى هو ده يعني بيعمل احباط عند الاسره. وفي نفس الوقت بيدي نتائج عكسيه بعد كده. مش الاستعجال في اي شيء بيتلفه. استعجال في المستقبل. الاستعجال في الانجاب. الاستعجال في اي حاجه فيها بكره بتتلفها. مظبوط. طيب يعني احنا كده بتكلمنا عن كمان الـ الاسباب وحضرتك كنت بتتكلم عن ايه الاسره ممكن تقوم بيه. لو نقدر بس نعملها سريعا في نقاط برضو مع بعض نوضحها ونحضر عليها يا ريت. يعني مثلا
عشان احنا بنتكلم هنا في كذا نطاق، الموضوع شامل كعيب لغه كعيب قدوه. ما هي الافازيا اللي هو احتباس الكلام، اما ان يكون اللي هو منطقه البروكه اللي هي اللغويات. تمام. اللغويات اللي هي بتبقى ايه؟ يعني اسماء الاشياء. حلوة. او التعبير، يعني هو عنده المعاني. حلوة. بس ترجمه المعاني دي للغويات وكلمات مفقوده. تمام. يعني هو قادر يعبر وكل حاجه ومتزن وتمام وكله تمام، بس هي مركز اللغه نفسها هو اللي فيه المرض. فبالتالي لازم في الحاله دي اهتمام بالايه، بمخارج الحروف. تمام. والتدريبات على الايه، على النطق. وطبعا دول بيوديه اخصائي خاطب، هو اللي يقدر ايه يتعامل معاه كويس. ويبدا برضه هو بالاسره نفسها، هي بتحاول تكرر الكلام قدامه، ما تحاولش تستعجل، تحاول تحس وتكافئه اذا قال كلمه كويسه وتحاول تشجعه، ما تحاولش تتريق عليه، ما تحاولش تجبره او تنهره. ما التدليل الزائد او القسوه الزائده، المشاكل الاسريه تحاول يتجنبوها تماما قدام الطفل، ويحاول يجيبوا له او يوفروا له جو من الامان والطمانينه والراحه. تمام. معلش يا دكتور عبد الله، حضرتك قول بقى اللي حضرتك عايز تضيفه كمان، احنا الوقت بينفذ معانا. فهاي حضرتك يعني ايه تاني؟ فكل ده اما بالنسبه بقى لو الموضوع الثاني اللي هو مركز الفرنكي او الفرنكي ده ده طبعا لازم تدخل دكتور مخ واعصاب، لانه بيبقى فاقد المعاني نفسها. ده اولا عشان اتخطأ لزي ده هتعامل معاه ازاي، عشان دي ما قلناهاش فعلا. ان انا ما احاولش ابعد عنه تشتيت تماما، اخلي كلامي بالنسبه له فيها لغويات اكتر ومع ايماءات بلغه الجسد، اوضح له المعنى اللي انا عايزه، اخلي معظم اجابته لا او نعم بس، ما احاولش اضغط عليه لانه مش هيعرف يجمع. العمليه عنده مش متزن قوي، فحاول احدد له جامد انا عايز منه ايه. اخلي بس معظم اجاباته كلمه واحده، ما اضطرهوش ان يجاوبني بجمله. نديني جمله عشان يجاوبني، لا يجاوبني بكلمه واحده او نعم او لا بكتير. وفي نفس الوقت احاول اوفر له اماكن هاديه ما فيش فيها تشتيت، لانه بيبقى مشتت جدا، اللي هو الجانب اللي هو الثاني ده، اللي هو الحبسه الكلاميه بالنوع الثاني. بيبقى عرض بقى طبعا سريع جدا على الاخصائي وعلى الدكتور، اخصائي التخاطب ودكتور مخ واعصاب، عشان طبعا انا معلش بشكر حضرتك جدا يا دكتور عبد الله. وانا احب بس اوضح حاجه في ختام حلقتنا النهارده. من كتر الاستدلالات والموضوع الشامل زي ما كان لسه الدكتور بيتكلم، بس احب بقى ازود نقطه. احنا بنقول زي ما بتزرع ارض، قبل ما تجيب خبره يقوموها لك، انت بتكلفك بعد كده عبء مالي لانك بتلجا لغريب. زي ما بتبتدي، انا بحب دايما اربطها بالمشاريع ايا كان. انت دلوقتي مسؤول عن الحاجه اللي انت شغال عليها، حاول يبقى عندك الثقافه في الوعي. دكتور افاد الله النهارده ادالنا كذا اسلوب، حاول تجمع من الاساليب دي حاجات كتير، منها ان انت تصبر عليه ما تستعجلش زي ما كان الدكتور لسه بيتكلم، والعكس صحيح. منها جدا برضو ان انت تبتدي تشوف ايه الوسائل، زي القرآن الكريم، زي الوسائل الاخرى، ونبتدي نشتغل عليها. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور عبد الله يوسف، اخصائي الاستشاري نفسي وتعديل سلوك، ونلتقي بحضرتكم مرة اخرى في الاسبوع القادم من برنامج اولادي جننوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه.